الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لا يبدين. أما بعد، سعدت الآن أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام مؤلف لكتاب اسم الكريم خليل بن صالح بن سليمان العزري. لا خليل، ما اسم الكتاب الذي قمت بتأليفه مؤخرا؟ كتاب استمتع بسفرك. من الفكرة العامة التي يحملها هذا الكتاب؟ هذا الفكرة العامة هو تنبيهات يعني مهمة للمسافرين، لأنه كثير من يذهبون للسفر تحدث لهم أحيانا كما نقول ممكن نسميها المشاكل. جميل. قد تحول ذلك السفر من متعة إلى ربما تذهب سعادة ذلك السفر بسبب يعني أخطاء معينة ولا كيف؟ ربما هي أكثر شيء ما يكون ربما أحيانا الجهل ببعض القوانين، أحيانا عدم الانتباه لبعض الأشياء. جميل. يعني بصورة عامة، وأشياء هي أحيانا تكون خارج إرادة الإنسان تحدث له. ما طبيعة الأسفار اللي يتناولها الكتاب؟ هي يعني الأسفار سواء عن طريق الطائرة. جميل. أو عن طريق البر. أها. فهي عموما الذهاب إلى دول أخرى، يعني خارج سلطنة الإمارات. جميل. إذا هذه القصة سواء كان في المطارات أو في القطارات أو في سيارات أو مشي أو ما شابه. نعم، يشمل طبعا حتى القطارات، موضوع القطارات. جميل. يعني في السفر وموضوع له الزن الزايد والله يكرمك، حتى قضية دورات المياه. يعني بعض الدول يعني فيها دورات مياه مثل كيرلا. النمط غريب يعني. نعم ما شاء الله. يعني عند المسلمين في المساجد، في المساجد. نعم ما شاء الله. غير دورات مياه مثل في المطار او بعض الدول يعني. جميل. طائرة وما شابه. هذا يعني النمط، عندك مواضيع بالشرطة تتعلق بالشرطة. جميل. اشياء بالمطار. وللعلم انه في اخر الكتاب، طبعا هذا عبارة عن كل موضوع فيه سلسلة من القصص اللي هي خاصة بالموضوع، مثل موضوع الخوف في مجموعة قصص، عندنا في موضوع مثل مع الشرطة. نعم. في مجموعة قصص عن مواضيع مختلفة في الشرطة، للشرطة يعني تحت الإنسان أحيانا للشرطة. عندك مثلا ورجعنا من المطار. هذه نفس الشيء، أسباب عدة. ناس رجعوا من المطار. نعم. الأسباب مختلفة يعني. جميل. كثير من الاشياء يعني ايش اقول لك، مثلا اطفال مفقودون. يعني احيانا الانسان يفقد طفله باشياء، وهنا في بعد كل مجموعه قصص هنا في نصائح مهمه. جميل. يعني واضح هنا في نصائح في الكتاب. هذه هو بالعكس نصائح. جميل. نصائح مهمه للانسان. بعدين يعني في اشياء قصص اللي هي من مضحكه. زين، الان اللي يريد يقني هذا الكتاب اين يجده؟ كثير مكتبات داخليه يعني، في الداخل موجود يعني نهايه المراد في نزوة موجود، يعني مكتبه الشهامه. جميل. في اغلب كثير الان من هواه الرحلات ومن هواه المشي والمغامرات، فلا شك ان هذه الاضافات التي يضيفها الكتاب ستنفعهم كثيرا. وللعلم يعني مسوي انا الحين اللي يتواصل معي من خارج محافظه الداخليه يقطني من كتابين، فاكثر كتابين مثلا يطلب كتابين الحين يوصلوا مجاني الى البيت. أو ما شاء الله مجاني بدون بسعره 3.5 ريال يوصلوا الى ان شاء الله الى هو عن طريق طبعا شركات التوصيل. ممتاز. مسقط يعني التوصيل مجاني. مجاني في مسقط، في نفس منصات تبيعه. نعم. وتوصل له اياه الى البيت في مسقط. يعني جميل. عندك في المعبيله، عندك في بوشهر، كل هذه يوصلوا له مجاني، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الاخوه شغالين في هذا، والمبيعات طيبه يعني معهم. جزاك الله خير. طبعا بنفس السعر بنفس السعر يعني. ما شاء الله. يعني 3.5، بعضهم يقول لي بالتوصيل، ولا بالتوصيل بدون يعني مجاني. ممتاز. وصلك الى البيت. بارك الله فيك. طبعا جهد رائع وجهد عظيم. هنا افكار طيبه يحمله الكتاب. نفس الشيء اللي هو الكتاب يعني نفس الشيء فيه هنا اخر يعني نصائح او تنبيهات مهمه قبل شيء، يعني تنبيهات مهمه، عندنا شيء تنبيهات مهمه قبل السفر. جميل. في تنبيهات مهمه يعني مجموعه كم هنا الحين تقريبا يعني 20 هنا، يعني شوف 24 تنبيه قبل هذا، قبل السفر. نعم. اشياء كثيره ما ينتبهها الانسان وهو يسافر، هذا تساعد يرجع لها. هذا بس يسموه تنبيه قبل السفر. جميل. نواصل، خلينا نشوف. ما شاء الله. شيء اسمه تنبيهات مهمه منذ الانطلاق من المنزل والى ركوب طائره. جميل. هذه شوف كم تنبيه. اشياء ما ينتبه لها الشخص، كثير من الاشياء. لاحظ معي انه ما يقارب كم يعني هنا 14، لكن هذا القسم 14 عاد في تفصيل. نعم ما شاء الله. في تفصيل موضوع السواء، يعني اللي هي الاشياء اللي انت مسموح لك تحملها. نعم.
في حقيبة اليد، إيش هي المسموح اللي غير مسموح، جميل وإيش المسموح اللي تحمله في حقيبة الشحن وغير مسموح. نعم في تفصيل هنا كثير، يعني الناس فقدوا أشياء، حتى في قصص هنا بسبب إنه جهلوا بهذه النقاط، جميل يعني حملوا أشياء في حقيبة الشحن اللي هي تركب الطائرة، فاجئوا إنه ما مسموح، تم هي إزالتها من الحقيبة وما وجدوها. طبعا في رسالة اعتذار موجودة، قصتهم موجودة هنا، وشيء تنبيهات مهمة أثناء التحليق بالطائرة، أو جميل يعني هي ما تركنا الشخص يعني هكذا، سبع جميل تنبيهات لكن كل تنبيه ما شاء الله، جميل وشيء تنبيهات مهمة أثناء نزولك إلى لمطار الدولة التي أنت مسافر إليها، موضوع الترانزيت وما شابه ذلك. يعني في قائمة للشخص يرجع لها، هنا في الكتاب سوينا قائمة للشخص إذا أحب قبل أن يسافر، متأكد إنه جميع الأغراض قائمة، مجرد تمر عليه وتضعها كما يقول علامة صحة على ذلك، هذا تنبهك هذه القائمة نعم جميل أنت عن أي شيء سبحان الله ناسنا أو شيء، خاصة الأشياء المهمة كثيرة من الأشياء قائمة ما شاء الله، وفيها يضع الإنسان علامة صحة كذا بإمكانه ينسخها إذا حاب كل سفرة يسافر إليها. في جميل عندك نفس الشيء يعني أذكار السفر، نعم جميع أذكار السفر الإنسان هو، لذلك هذا الكتاب حتى وهو مسافر في شلة وضعناه بهذا الحجم على أساس يكون سهل سهل الحمل، الحمل جميل يكون معاه بكل يعني أريحية. في عندك نفس الشيء مواقع وتطبيقات إلكترونية، ممتاز عندك مواقع تتحدث عن تجارب المسافرين كثير، ممتاز عدة مواقع طبعا عن هذا الموضوع، اخترنا له أفضلها في هذا الوقت، جميل مجموعة ما شاء الله هنا، شيء ممتاز مواقع وتطبيقات مفيدة لحجز السكن، وكتبنا طبعا نبذة عن كل موقع أو كل تطبيق إيش هذا ممتاز فين يفيده وما شابه جميلة ذلك. وعندك جميلة يحمل الكتاب مواقع وتطبيقات مفيدة لحجز تذاكر السفر، وتطبيقات مفيدة لحجز سيارات الأجرة، ممتاز وتطبيقات مفيدة لمعرفة الطريق، ممتاز يعني في أشياء يعني ممكن تستخدم في أوروبا، في أشياء ما تستخدم في أوروبا. زين هنا بعدين آخر شيء ما يسمى صور من ذكريات السفر، لكن حقيقة حتى فيها هي معلومات مفيدة للمسافر، شيء من الصور وشيء من الأشياء يعني جميلة جدا يعني مفيدة للمسافر، هي كما تقول فيها بعضها أفكار، فيها بعض المقترحات. هذا ما يخص الكتاب بصورة العامة عن الكتاب، بارك الله فيك جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين الذين اقتنوا، يعني ما شاء الله رسالات جزاهم الله خير يعني من حسن ظنهم، بارك الله فيك. يعني حتى اليوم انا يعني سبحان الله الصباح ارسل لي عن موضوع كل ما يقرأه، يعني بعض الناس مما يقرأه يقول فعلا وقعنا في كذا وقعنا في كذا، جميل يعني ربما يقول يا ليت الانسان اشتريت الكتاب لكي اتذكر او لكي لا اقع، جميل لانه بعضهم خسروا يعني مبالغ كثيره جدا بسبب انه جهل بقوانين. امس كلمني شخص في هذا الموضوع، ايوه فجالس اقول له موضوع عن رجوع من المطار، قال فعلا انا حدث لي انه رجعت فعلا من المطار بسبب نفس الموضوع اللي كتبت عنه، نعم يعني ويا ريت يقول ماله، يعني يا ريت انه هذا الكتاب كان قبل اصداره بحيث ننتبه الى هذه النقاط. وشخص اخر توصل بي من الرستاق طلب الكتاب ووصله الحمد لله، الحمد لله. فجالس يقول لي اعطيني نبذه، قلت له مثلا اول القصه موضوع ليلتان في طهران، نعم فهذا الرجل قلت له انه الموضوع عن موضوع انه الفيزا كارد اللي هي انك ما ممكن تستخدمها في ذاك القصه اللي حدثت في ايوه نعم رايح هو وزوجته هنا موجوده هذه، نعم قال سبحان الله يقول هذا الموضوع حدث لي انا نفس الشيء، سبحان الله يقول اني ما كنت اعرف انه موضوع الفيزا كارد وعدم القدره استخدامه في طهران بسبب طبعا المقاطعه مقاطعه امريكا، نعم فقلنا شوف، قلت له شوف لو مشتري الكتاب يعني نحن لو اشتقنا اقتناء الكتاب فائدة لك تنتبه لكثير من الأمور، طبعا سعر الكتاب ليس يعني بعض الناس ليس في عدد ما شاء الله ملون ورق راقي، لا الحمد لله وطريقة جاذبة للقراءة، نعم جميل يعني وسهل جدا أعجبت كثير به، جزاك الله خير وسهل جدا حمله طبعا للشخص أثناء السفر وبيستفيد منه، والكتاب بعد ما يقرأه لا فقط القراءة الحالية وإنما بإمكانه يرجع للتنبيهات كل ما أراد أن يسافر. بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور.